بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دونه وقيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا قرة عليهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلها. فإذا جاء وعد آخرة ليسوءوا وجوءكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبدوا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم.